الأساتذة المتقاعدون، الأساتذة الحاضرون، أساتذة مدرسة بن دريد، آباء أولياء التلاميذ، تلميذات والتلاميذ المكرمون، التلميذات والتلاميذ الحاضرون، أهلا بكم في هذا الحفل المبارك الطيب. اعتدنا كما قالت الأستاذة نجاة بن أشجري أن نحتفل باليوم العربي لليتيم وهو يصادف أول جمعة من شهر أبريل. إذن احتفلنا به منذ سنة 2016 ولم تمنعنا جائحة كورونا كذلك من الاحتفال، فاحتفلنا كيف ما قالت الأستاذة بصيغ أخرى. شاءت الأقدار هذه السنة أن يتزامن شهر أبريل وشهر رمضان المعظم، فكان الخير خيرين، وشاءت الأقدار على أن هذا اليوم اللي هو اليوم 21 رمضان، يعني أول يوم في العشر الأواخر، فالخيرات كلها اجتمعت في هذا اليوم. أهلا بكم حضورنا الكريم، أهلا بكم في هذا اليوم المبارك الطيب لمساندتنا للاحتفال ولتكريم تلة من التلاميذ الأخيار اللي هما في نفس الوقت إما فاقدين الأب أو الأم، وكاين اللي فقدهم بجوج، وهم كذلك حسب معدلاتهم هذه السنة كلهم معدلاتهم فهي مشرفة. إذن أتمنى من الله عز وجل أن ينالكم إعجاب هذا الحفل هذا، ونصفقوا بحرارة على المجموعة الصوتية اللي فعلا تستحق التشجيع وتستحق كل منا كل تقدير. تبارك الله عليكم، كنتن متألقات. إذن أشكر الجميع لحضورهم، أشكر الجميع لمساهمتهم معنا. إذن ساهموا معنا جميع الأطراف، الناس القراب والبعاد، وجدنا مساهمات كذلك حتى من خارج المدينة.